بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في اليوم الثالث والختامي لملتقى دراية والتي تنظمه مؤسسة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وها نحن في ختام حوارات صيتا المصاحبة للملتقى. نتحدث اليوم عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتي سنستعرض معكم إن شاء الله ومع الدكتورة الضيفة مفهومه، أعراضه، وأسبابه، أنواعه، وكيفية التصرف حيال هذا المرض. نرحب بدكتورتنا الغالية البروفيسور هديل بخش، وهي استشارية الصيدلة النفسية وكوتش معتمد للحيل والقيادة. أهلا وسهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا وأهلا بالجميع. شكرا للاستضافة. كما تعلمون جميعا في حياتنا اليومية نمر بمواقف تهدد أحيانا الحياة وتجعل الواحد يكون عنده ردة فعل سلبية، ما يقدر يتحكم بانفعالاته ومشاعره السلبية. احنا اليوم من خلال ملتقى دراية ودنا الكل يكون على دراية كيف يتصرف في مثل هذه المواقف اللي نتعرض لها بشكل عام في أي موقف حياتي، وكيف إحنا نقدر ندير انفعالاتنا ومشاعر السلبية لنا ولمن حولنا. فودنا يا دكتورة بروفيسور هديل بشكل عام نتحدث عن هذه المواقف اللي نمر فيها حنا بحياتنا اليومية، كيف نقدر نتداركها ونتحكم بمشاعرنا، وكيف نقدر نساعد الأفراد على التحكم بإدارة هذه الانفعالات. نعم. طيب، إذا تحبوا في البداية نتكلم عن التهديدات بعدين الانفعالات، أو الانفعالات بعدين التهديدات، it's okay. أول شيء خلنا نتكلم يعني إيش تهديد. يعني شيء بيمس منطقة الراحة، منطقة الأمان الخاصة فيني، هذا هو التهديد. أي عارض طارئ قد يكون مفاجئ أو غير مفاجئ يمس أو يدخل في منطقة أماني أو منطقة راحتي، هذا هو التهديد. طيب أنا كيف مفروض أني أنا أتصرف في حالة التهديد أو في حالة الصدمة؟ أساس نوسع شوية النطاق. بادئ ذي بدء، أنا لازم أول خطوة أدرك، أعي، أدري. إحنا اليوم في ملتقى دراية، فخليني أول شيء أدرك. إحنا واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهنا في وقت لما يكون في تهديد، لما يكون في خطر، لما يكون في صدمة من أي نوع، رقم واحد اللي هو الإنكار، الدينايل. الشخص اللي بيمر بمشكلة أو بظرف أو بتهديد، يعني نوع من التماهي أو نوع من الأدابتيشن، يعني التوائم مع هذا، يقول لك ما في شيء، وهذا رد فعل طبيعي لأي مشكلة. إنه رقم واحد، هذه مرحلة معروفة في علم النفس، إنه شخص يميل إلى الإنكار، لا أنا كويس، لا الأمور طيبة، لا ما حصل شيء، إحنا كويسين. أوكي، إحنا نبغى نكون متفائلين ونبغى ننظر للجانب المشرق دائما، لكن ما أبغى أنكر وجود إذا كان في تهديد، إذا كانت في مشكلة تمس حياتي. فرقم واحد الإقرار، الإقرار، الإدراك. ليش؟ لأنه هو هذا بيساعدني أني أنا بعد كده أتوجه إلى الحل. إذا أنا أنكرت أنه ما في مشكلة، طيب خلاص أنا ليش أخطط وليش أحل وليش أرتب أولوياتي؟ خلاص ما في شيء، معنى كده ما رح يكون في تصرف. علشان كده الخطوة الأولى يجب الإقرار، يجب الاعتراف، يجب أن يكون في صراحة، يجب أن يكون في شجاعة بين الإنسان وبين نفسه، بحيث نكون هادئين ومتوازنين. يعني ما أروح للجانب الآخر أتطرف وأقول الأمور سيئة وكذا، لا، أحجم المشكلة. في مشكلة، في تهديد، في خطر، في whatever، أوكي، أواجهه على حسب حجمه. إيش اللي حيساعدني أني أنا أواجهه على حسب حجمه؟ اللي هي المرحلة الثانية، إن أنا أبتدي أحلل الموقف اللي أنا حاصل لي. أنا في عندي مثلا تهديد الآن في حياتي، خلنا مثلا ناخذ مثال، تحبوا الجمهور يشارك يقول لنا أحد يعطيني مثال التهديد في حياته، خلنا نشوف كيف نتعامل معه.
تحبون نخلي آخر 10 دقائق نفتح مجال للاستفسارات أو الآن تشاركون البروفيسور؟ في حد يبي يشارك؟ أي تهديد يمر عليكم في الحياة ودكم تكون عندكم ردة فعل تجاه التهديد أو الموقف؟ طيب لعلنا في آخر 10 دقائق. تفضلي. تفضلي. طيب المشاكل الصحية، أوكي، هذا شيء فعلا تهديد للصحة. ممكن تكون مشاكل صحية جسدية فيزيائية، ممكن تكون مشاكل صحية نفسية. طيب أنا كيف أني أواجه الموضوع هذا؟ أول شيء زي ما قلنا أقر أنه هنالك مشكلة صحية. رقم 2، أبتدي أحلل المشكلة هذه. سبحان الله، الإنسان علشان يعني يقدر يواجه أي شيء لازم يسوي له تحليل لعوامله الأولية. التحليل هذا بيساعدني أني أنا أعرف مكان من القوة، مكان من الضعف، أنا كيف أتغلب، هل أنا عندي فرصة، هل أنا عندي تهديد. في شيء اسمه في علم الإدارة وفي علم النفس وفي العلوم عموما مشترك، اسمه SWOT analysis، تحليل SWOT. تحليل SWOT هذا مبني على 4 أشياء. أول شيء أنا أعرف نقاط القوة. نقاط القوة هذه بتكون شيء لي أنا، أوكي. أنا أعرف مثلا أنا إيش نقاط قوتي. أنا مثلا عندي الآن مشكلة نفسية، مشكلة صحية، أوكي. أنا أعرف مثلا أنا إيش نقاط قوتي. مثلا أنا جاية من عائلة التاريخ المرضي حقنا كويس، جيناتنا سليمة، أنا قبل كذا مريت في أمراض والحمد لله أنا تغلبت عليها، أنا عندي أسلوب حياة صحي كويس، أنا بمارس الرياضة، أنا أكلي صحي، أنا باخذ مثلا my own vitamins، بتعرض للشمس، I am a relaxed person. أشوف إيش عوامل القوة اللي عندي، دوام عوامل القوة تكون شيء لي أنا. بعد كده أشوف إيش مكان من الضعف عندي أنا. أنا إيش مثلا عندي مكان من ضعف؟ هل أنا مثلا بسهر كثير في الليل؟ هذا الشيء بيقلل مناعتي. هل أنا مثلا إنسان بتابع مثلا كثير سوشيال ميديا وأشياء اللي هي توترني؟ نمط حياتي هل هو نمط مسترخي أو مثلا وتيرة حياتي سريعة ودائما فيها تهديدات؟ أشوف الأشياء هذه، هذه نقاط ضعف أنا نقاط، دائما نقاط القوة ونقاط الضعف عوامل تتعلق فيني أنا شخصيا. بعد كذا أطلع شوية برا للبيئة الخارجية. البيئة الخارجية حشوف فيها إيش الفرص وإيش التهديدات. مثلا أنا الآن عندي مشكلة صحية، لكن الحمد لله أنا مثلا في بيئة داعمة، هذه أنا عندي فرصة. مثلا أنا عندي أهل educated، عائلة مثقفة وتعرف أهمية العلاج والهذا، أنا هنا عندي بيئة داعمة. الحمد لله إحنا كلنا هنا في المملكة في عندنا علاج حكومي وبالمجان، وفي عندنا جمعيات خيرية، وفي عندنا مجتمع عموما مجتمع educated ويساعد أي شخص في عنده مشكلة صحية. فأنا المجتمع كله، شوفي أنا هذه عندي فرصة، كيف تعطي للموضوع، بتعطي بترفعه كذا فوق. في عندي مثلا تهديد في المجتمع الخارجي، مثلا مشاكل التأمين الصحي لسه لازالت الآن يعني ما هي كثير واضحة وما هي متوفرة لجميع الأفراد، فهذه مثلا أحد التهديدات الخارجية. الفرص والتهديدات هذه عوامل خارجية، ونقاط القوة ونقاط الضعف هذه عوامل داخلية. أنا لما أحلل الموضوع أنا تقريبا أنا يعني صار في عندي نظرة يعني شاملة ونظرة من فوق على الموضوع، بحيث أني أنا أستغل نقاط القوة مع الفرص أني أنا أنجح، وأحاول أني أنا أتغلب التهديدات، وأحاول أني أستفيد من نقاط القوة ومن الفرص أني أتغلب على نقاط الضعف وعلى التهديدات. يعني مثلا أحد التهديدات إحنا قلنا أنه إحنا الآن موضوع الهيلث إنشورنس التأمين الصحي ما هو كثير واضح، ما هو متوفر لجميع الفئات، لكن الحمد لله العلاج الحكومي متوفر للجميع. أنا لا سمح الله أنا عندي مشكلة طارئة، أنا أدخل أي طوارئ في المملكة، وأنا مسؤولة عن كلامي، أنا جاية من وزارة الصحة، أدخل في أي طوارئ مهما كانت الحالة حيعالجوني. أنا في عندي هنا سيستم يدعم الموضوع هذا. طيب أوكي، إحنا الآن أدركنا واجهنا وعينا أقرينا وحللنا الموضوع. بعد كذا أنا إيش ممكن أسوي؟
ابتدي اني انا اتعامل مع الموضوع. دائما احنا زي ما قلنا نكون متوازنين، لا اركز كثير على السلبيات ولا اركز كثير على الايجابيات، اكون وسط، اكون عقلانيه، اخذ الموضوع بعد ما. ودائما التحليل، عشان كذا انا ذكرت اليوم التحليل بيساعد الانسان انه هو يكون عقلاني راشنال، لانه هو حيعتمد على نقاط قوه وضعف وكذا، حيكون خلاص هو خبر الموضوع بشكل كويس. احنا بنقول حتى في الحرب الانسان لازم يعد نفسه، فما بالنا احنا الان حنكون في معركه، يعني حتى لو هو مرض او مشكله صحيه انا مقابل المرض، فلازم اكون انا عارفه ايش اسلحتي وايش نقاط ضعفي، اعرف البيئه، اعرف المكان. التحليل كثير بيساعدني اني انا اتغلب على الموضوع هذا. بعد كده أنا أبتدي أشوف الحلول اللي موجودة عندي، إيش الحلول اللي موجودة عندي، إيش مثلا أنا من نقاط قوتي ومن الفرص اللي عندي يناسب الحلول هذه، فأقوم أنا إيش أمشي فيه. مثلا إحنا قلنا أحد نقاط القوة اللي عندي إني أنا عندي بيئة، عندي عائلتي، جيناتي، هذه الأشياء، في عندي فرص إنه والله المملكة متوفر فيها، اوكي. فمعنى كده انه انا الحل الاول ان انا اعتمد على ذاتي، على معنى يعني البيئه الداعمه الداخليه والبيئه الداعمه الخارجيه عندي، وانا ابتدي مثلا ايش ممكن ابتدي اني انا اشوف، اخذ استشارات، انا كيف ممكن اعالج، كيف ممكن اتواصل المشكله الصحيه. احنا قلنا واحده من الاشياء اللي عندي ان انا عندي نظام مناعي كويس، انا عندي اللايف ستايل يعني طبيعه حياتي صحيه. الاشياء هذه تساعدني ان ارتب اولويات بحيث ان انا اخذ الحل الانسب لي واللي نقاط قوتي ونقاط والفرص اللي عندي تساعدني وتدعمني في الموضوع هذا. ما اروح مثلا الجا اقول والله لا انا ابغى اروح مثلا اشوف عيادات خاصه يكون مثلا فيها لها تامين، انا هنا التهديدات اللي عندي في الحياه ما راح تساعدني فيه. وابتدي امشي في الموضوع هذا زي ما قلنا بتوازن وبعقلانيه وحسب التحليل اللي انا سويته. هذا فيما يخص التهديدات اليوميه في حياتنا. تحبوا نتكلم على موضوع الانفعالات؟ بروفيسور هجيل، انت قلتي في البدايه موضوع الانكار. طب انا اليوم اعترف ان عندي مشكله، واجهت هذه المشكله، لعلنا يعني نتخصص في موضوع اليوم اللي هو اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. انا في اسرتي لاحظت مثلا الطفل عندي او طفلي او ابني انه عنده فرط حركه، في تشتت انتباه، واعترف، يعني انا ما انكرت، اعترفت. وصلت المرحله الثانيه اللي قلتي عنها التحليل، بديت احلل انه الحركات اللي يقوم فيها هذا الطفل انه لعلها لدليل. طيب انا ايش المرحله القادمه، ايش الاجراءات اللي اتخذها بعد ما انا مثل ما قلت بروفيسورنا اخذت الخطوات البدايه اللي انا ما كان عندي انكار، اعترفت بالمشكله انها موجوده عندي، حللت هالمشكله. طيب انا تعرفت عندي فرص موجودة في مستشفيات الحكومة أني أعرض هذا الطفل وشخصه، إيش برضو الإجراءات؟ هل هذه نقول هل هو يصنف كمرض؟ متى يبدأ؟ أي فئة عمرية؟ ودنا نتعرف أكثر عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، من هم الأعمار اللي ممكن يصابون فيه؟ وغيره، هل هو يعتبر مرض نفسي يستدعي أدوية نفسية؟ يعني نبغى نتكلم عنها من البداية بعد ما اعترفت بوجود مشكلة. كويس، طالما انا ادركت واقريت انه في مشكله، ابتدي زي ما قلنا حتى في التحليل، للتحليل اني انا اتعرف على هذا. بادئ ذي بدء هو اضطراب وليس مرض، اضطراب. ليش احنا نسميه اضطراب؟ لانه هو احيانا بيخل بالوظائف اليوميه للمفروض انه هو الطفل، هو الفئات العمريه غالبا الاطفال. الأطفال هم الأكثر عرضة، يعني أنا كثير تجيني تساؤلات هل ممكن يصاب فيه الكبار؟ هو ما في أحد كبير حيصيبه الآن فرط حركة تشتت انتباه، لكن هو بيكون موجود منذ الصغر، لكن تستمر الأعراض وبالأخص أعراض تشتت الانتباه. تشتت الانتباه هو الاندفاعية، هي هذه أكثر أعراض تستمر إلى الكبر، لكن هو مرض مرتبط أكثر بالطفولة المبكرة حتى.
مين الأكثر عرضة للإصابة فيه؟ اللي بيكون فيه عندهم تاريخ وراثي، إذا كانت الأم أثناء الحمل والولادة تعرضت لمشاكل صحية، إذا أثناء الولادة مثلا حصل هايبوكسيا يعني نقص للأكسجين أثناء الولادة، التعرض للزئبق، التعرض لبعض الملوثات البيئية، إذا كانت الأم مدخنة أو تتعاطى عافانا الله خمور أو مخدرات، برضو ترتفع نسبة الإصابة بهذا الاضطراب وليس المرض. هو يصنف من الأمراض العصبية وليس الأمراض النفسية. It's a neurological rather than psychiatric. في بعض التصنيفات العالمية ممكن تدرج ضمن الأمراض النفسية، لكن هو في الغالب أغلب المنظمات العالمية المتخصصة تدرج ضمن neurological يعني الأمراض العصبية وليست الأمراض النفسية، لكن احنا بنسميها من أمراض الطفولة المبكرة، الأمراض التطور المبكرة. إيش الأعراض؟ إحنا في عندنا ثلاث أنواع من الأعراض: تشتت الانتباه والاندفاعية وفرط الحركة. يعني إيش تشتت الانتباه؟ يعني أنا أحصل أن الطفل ما ينتبه، مهمل، أعطيه مثلا أدخل مثلا زي كذا جلسة حوارية أو مثلا في الفصل ما يقدر يتحمل، ما يقدر يستوعب كل هذا، يتعب، يمل من التفاصيل، يهمل في أداء الواجبات، ما يقدر، مش علشان هو مهمل. على فكرة الأطفال هذي ولا كثير يوصموا بأنهم مهملين، كسولين، فاهين، أحيانا أنهم متخلفين، ما يفهم، ما يعني، لكن هو مشكلته انه بيكون عنده تشتت انتباه، هو ما هو قادر ينتبه للتفاصيل، لكل المعلومات اللي انت بتسردها. زي ما قلنا ما يقدر ينتبه للخطوات، ما يقدر انه هو يتابع ويواصل معاك. هذا فيما يخص التشتت الانتباه. الاندفاعية لانه هو عنده تشتت انتباه، فهو ما يقدر انه هو يعني مثلا انا الان احنا بنتكلم وسالته سؤال، ما يقدر ينتظر حتى اني انا اتم السؤال علشان يجاوبني، وانا لسه اصلا ما كملت السؤال في البدايه، فهو بيندفع وبيروح انه هو يجاوب. الشيء هذا بيدخلهم في مواقف احيانا خطره، لانه مثلا في موقف معين في اثناء اللعب في الشارع في هذا بيندفع يعني بدون كثير حسبان للمخاطر، لأنه هي هذه واحدة من أعراض المرض. فدائما بيدخل في يعني مثلا أثناء اللعب ممكن تحصل أنه هو دخل مكان خطر لأنه هو ما حسبها صح، يعني ما عنده الإدراك الكافي بحيث أنه يعرف أن الموقف هذا خطر. ممكن يحطوا تحصلوا مثلا احنا جايين نبغى يعني نقطع الشارع، ممكن اذا الام ما كانت ماسكه يده يعني متحكمه كويس تحصلي هو اول واحد ممكن. ويساعد كمان فرط الحركه، لانه فرط الحركه يتململ، هو ما هو قادر يجلس، دائما تشوفي دائما بيتسلق، دائما بيتحرك، بيحرك يديه، يحرك رجلينه، متململ، يجري، يقفز، يطلع، ينزل. هذه اعراض فرط الحركه. عرفتي هي ثلاثة أنواع من الأعراض كلها تساند بعضها وتزيد وتؤجج بعض. يعني تخيل تشتت انتباه مع اندفاعية مع فرط حركة، يعني كان الله فعلا في عون أطفالنا المصابين بهذا الاضطراب، وكان الله في عون الأهالي، لأنه التعامل مع المرض هذا تحدي كبير. لكن الحمد لله، الحمد لله هنالك علاجات، في علاجات دوائية، في عندنا علاجات سلوكية، علاجات معرفية، الحمد لله. يعني الرسول اللهم صلى وسلم عليه كان يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. والحمد لله والعلاجات موجودة ومتوفرة في مملكتنا الحبيبة، في المستشفيات، في المراكز الصحية، الجمعيات الخيرية تسعد يعني بتساعد وبتساند الأطفال هذول في خلال رحلتهم مع هذا الاضطراب. طيب متى أشخص أو أقول أن الطفل هذا عنده هذا الاضطراب؟ أغلب الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة بيكون عندهم نوع من الشقاوة،
ما يسمع كثير، ما يركز معايا كثير. متى أقول إنه هو هذا اضطراب وليس شقاوة أو ليس مثلا يعني عدم انتباه طبيعي للطفل؟ أشخص أو أقول أن الطفل هذا عنده فرط حركة وتشتت انتباه إذا كان هنالك إعاقة مستمرة في أداء الوظائف اليومية المناطة بالطفل، يعني مثلا في داخل البيت هو ما هو قادر حتى يكون علاقة كويسة مع أمه، مع أخوانه، مع عيال خالته، مع العائلة عموما. معنى كده أنه هنا في تعطيل للوظيفة الأساسية أنه هو يكون فرد في العائلة هذه. الأم تحصلها تشتكي، ما يسمع كلامي، ما يرد علي، ما ينتبه لي، دائما سارح، أو أقول له أشياء ما يسمعني. أحيانا ممكن ترى يعني يصل الاتهام أنه يقول لك أنه هو كذاب. هو ما هو كذاب، بس هو ما انتبه للكلام لما أنت كنت بتتكلمي. يقول لك أنه هذا لا هو كذاب، هو مهمل، هو ما هو كذاب، ولا هو مهمل، ولا هو كسلان، ولا هو متخلف، ولا هو أي شيء، بس هو عنده تشتت انتباه، ما هو قادر يتابع الأشياء هذه. ممكن ينسى، ممكن ما يقدر يركز معك في التفاصيل، في الأوامر الملقاة. فلما يكون في عندي تعطيل مثلا، هذه ناحية من نواحي الحياة، مثلا أنه متعطل في دوره كعضو أو ممبر، يعني أحد أفراد هذه الأسرة، سواء الأسرة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة، مع الجدة والجد والأعمام والخلان وأولادهم، ما هو قادر، دائما علاقاته فيها مشاكل. ليه فيها مشاكل؟ أحد ما ينتبه للتفاصيل، ما يقدر يركز، دائما مندفع، حركته كثيرة، فما رح يقدر يكون علاقات مستقرة سوية. طيب الناحية الثانية، إذا كان في عنده تعطيل في المهمة الأساسية له كتلميذ أو يعني في الفصل، تحصل دائما في الفصل مثلا سارح أو ما ينتبه، أو مثلا إذا سألت المعلمة سؤال تحصله أول واحد ينط عندها، أو دائما يتحرك، ما يجلس على الكرسي، ممكن يقلب الكرسي ويجلس عليه، أو يجلس على كرسي صاحبه، دائما كذا يحرك الكراسي، يشيل، يتسلق، يجلس على حافة الكرسي، القلم بدل ما يكتب في القلم تشوفه يحط القلم هنا يشيل، يشخمط، الأشياء هذه إذا كان في تعطيل، هو ما هو قادر إنه هو يحصل التحصيل الأكاديمي اللي مفروض. إحنا ما نطلب إنه هو يكون ممتاز، يعني حتى إنه ما هو قادر يعدي، يعني ما هو قادر حتى يأخذ average، يعني جيد أو يعني level يعني، بحيث إنه بس يعدي. إذا كان في تعطيل لوظيفة أساسية لهذا الطفل، مهام أساسية ما هو قادر يقوم فيها وبشكل مستمر، هذه الساعة أنا أقول نعم هنالك اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه. ممكن يكون مثلا بس فرط حركة، نعم ممكن يكون بس فرط حركة، وهذه أكثر للصبيان، للأولاد الذكور. البنات يميلوا أكثر أنهم يكون عندهم تشتت انتباه. كثير من الأمهات أحيانا تحرج أنها تأخذ الطفل معها برا، تقول والله أنا بيحرجني طفل ولدي أو بنتي مثلا. فتلاحظين أن الولد أحيانا حتى نفسيته، يعني موضوع الإحباط أو موضوع أن الضرب، أو موضوع أحيانا الأم تكون على عدم دراية أن ابنها يحتاج فعلا إلى تشخيص، إلى تدخل، وأحيانا تحرج أنها تأخذه بيت أهلها، بيت صديقاتها، والله بيفشلني، بيحرجني. طيب أنا كيف أنا أوعي؟ أنا أعتقد هل الجهات هذه المختصة مثلكم يا بروفيسور، أو الجهات الطبية مثل المستشفيات، لهم دور في توعية الأم، الأسرة، المدرسة، في التثقيف، بناء أن والله إذا حسيتي أو استشعرتي أن ولدك مصاب بأحد الأنواع هذه، أنه خلاص روحي أطلبي إلى علاج، لا تسببين أنه في حرج. بعض الأمهات ينحرجون ويعرضون أطفالهم على هذا، فودي إيش تنصحين الأمهات أنهم يكونون فعلا على دراية ووعي وانتباه للابن هذا، انه تبدا معاه العلاج من فترات البدايه، اساس ما يدخل في موضوع اخر نفسي اللي هو الاحباط، احيانا المدرسه يكون ما يعدي في المراحل الدراسيه. فايش دور نقول وزاره الصحه او الجهات المعنيه في توعيه الاسره او المدارس او حتى المجتمع بشكل عام؟ طبعا انا دائما اقول انه التوعيه هي اهم عنصر
في عناصر العلاج. إذا أنا كنت واعية أنا ما رح أقول إنه هذا طفل كسول أو مهمل أو كذاب أو من الأشياء اللي إحنا ذكرناها. أنا قد أشتبه، أوكي، طالما أنا عرفت توعيت إنه في اضطراب اسمه فرط حركة تشتت انتباه، ليس مجرد طفل شقي، لا، في اضطراب. إذا أنا عرفت الشيء هذا، أوكي، أنا باخذ ولدي وأعرضه على الجهات المختصة، سواء كانت في مستشفى، عيادة، جمعية، لازم أطلب رأي مختص، لأنه إحنا زي ما قلنا أنا ما أقدر إن أنا أشخص في أعراض أساسية، أحد الثلاثة أعراض أساسية، لازم إن المختص يتقصى بحيث إنه هو يقدر يحدد لي التشخيص. إذا أنا رحت وتأكدت أن الطفل هذا فعلا فيه عنده اضطراب، خلاص احنا هنا ندخل مرحلة اللي تكلمنا فيها الإقرار. أنا هنا أقر أنه هذا الطفل فيه عنده اضطراب فرط حركة. أحد أهم الأشياء اللي أنا أقر فيها أنه هو هذا اضطراب لا يدعو أبدا إلى الخجل، لا يدعو أبدا إلى التواري، لا يدعو أبدا إلى الوصمة. اضطراب ويصاب فيه مثل ما يصاب ابن أي أحد من العائل أو هذا اضطراب، مثل ما والله أنا ولدي ممكن يصيبه إنفلونزا، ممكن يصيبه أي يعني عارض من الأعراض الصحية، هذا الشيء نفسه اضطراب وممكن يحصل. وعلى فكرة معدلات انتشار الاضطراب هذا مرتفعة جدا، لكن المشكلة انه احنا هو under diagnosed، يعني هو ما هو مشخص بشكل كافي، لانه في كثير حالات لا تؤول انه هي اضطراب، خلاص يتم الاهل يعني struggle في يعني في جهاد مع الطفل هذا، ما ادري كيف اربي، تعبت معه، شقيت، بشد يعني بشق راسي، ايش اسوي. إذا عرفنا إنه هو هذا اضطراب ولو علاج، خلاص نبتدي هنا الخطة العلاجية. زي ما قلنا إحنا في عندنا علاجات سلوكية معرفية، أنا أعرف الطفل هذا والله كيف إني أنا أهدئه، كيف إني أنا أتكلم معاه، أعطيه وقت مستقطع، أعطيه مكافآت، أعطيه نظام الأولويات بحيث إني أنا أساعده حتى إنه هو يهدأ تفكيره. في عندنا العلاجات اللي هي العلاجات الدوائية زي الأدوية المنشطة، الأدوية المنشطة تساعده كثير إنه هو يركز، وانس إنه هو ابتدى يركز وينتبه معاك يعني باقي الأمور تتحسن. يعني حتى فرط الحركة مع المنشطات، لأنه هذا أحيانا في ناس تقول لي يعني دكتورة كيف يعني الشيء هذا كونترادكتوري متناقض، يعني كيف منشط وحيهدئ لي حركته؟ سبحان الله، لأنه هنالك خلل في بعض الناقلات العصبية لداخل الدماغ. الناقلات العصبية هذه عبارة عن كيميكال ماسنجرز، يعني نواقل أو موصلات كيميائية ما بين الخلايا العصبية داخل الدماغ. حتى أنهم اكتشفوا ليس فقط في الناقلات العصبية، بعض أماكن الدماغ فيها تغيرات مورفولوجية وتغيرات أيضا فسيولوجية. فلما أنا أعطي الطفل الدواء هذا أشوف أنه on spot، يعني في لحظتها يهدأ، يبتدي يركز معايا، يبتدي يهدأ الاندفاعية هذه والصراخ والضرب والهذا، يعني احنا بنتكلم على ربع ثلث ساعة خلاص يبتدي الدواء ياخذ مفعوله، والولد يبتدي يركز معايا، يستمع للتعليمات، يبتدي يحل دروسه، يشوف ايش اللي هو مطلوب منه، يتجاوب مع الام. احنا احيانا نعطي الادوية اللي هي الدوائية حتى اني انا اقدر اني انجح الخطة العلاجية السلوكية المعرفية، لانه انا حجز اتكلم معه هو ما هو منتبه، ولا هو قادر يفهمني، ولا هو قادر يركز معايا. طب انا كيف اني انا حسوي علاج سلوكي معرفي اللي هو مبني على الحوار، انه هو يركز، انه هو يفهم، وهو مخه مشتت. فالأدوية لا بد منها، وهذه واحد الاشياء اللي ممكن اتكلم عنها فيما بعد استاذتي.
لأنه الأهل يقول لك لا أنا بس أنا ما أبغى علاجات دوائية، أنا بس أبغى علاج نفسي أو اللي هو العلاج السلوكي المعرفي. أنا أحيانا أقول لهم العلاجات الدوائية حتساعدك أنك عشان تنجح العلاج السلوكي المعرفي، الطفل هذا كيف حيهدأ، كيف حيجلس، كيف حيركز، كيف حيستوعب إذا ما كان في علاج. ونبتدي طبعا في الـ في الـ في الـ في الخطة العلاجية. الخطة العلاجية يشترك فيها طبعا كل من الجهة المعالجة، العائلة، المدرسة، المدرس، الأقران، الإخوان، الأصحاب، جميع المحيطين في هذا. ولا أحد يقول هذا صعب، ولا أحد يقول هذا كثير. سبحان الله الأشياء هذه يعني مش بس العلم أثبت أنه هي تقوي العائلة، تقوي الروابط، تقوي الصلات. يعني أنا في خلال الحملات، اللقاءات الجميلة اللي مثل هذه، يعني شفنا قد إيش لما يكون العلاج الأسري، لما كل الأسرة يعني تشارك في الموضوع هذا بيعزز الروابط. سبحان الله احنا دائما نقول لما يكون في تحدي او في مصيبة او في مشكلة حصلت ويشترك افراد في حلها، بيقول لك الاشتراك هذا يسوي زي كأنه هو صمغ glue people together. يعني دائما كانوا هذه اول ما اكتشفوها كانت في رحلات الطيران اللي تتعرض لمشاكل او مثلا حادث سقوط، الاحداث المروعة هذه، يقول لك الاشخاص الناجين من الحوادث هذه تتم دائما كده علاقتهم لصيقة مع بعض، قلبهم على بعض، وهذه ايش حادثة لمدة ساعتين ثلاثة. فما بالكم لما يكون انا عندي طفل والعائلة كلها تتمركز بقلب واحد حول الطفل هذا، يجمع العائلة، يعزز الروابط الأسرية، يزيد من تحمل المسؤولية حتى عند الجيل الصغير. لما أنا أجلس أمسكه أفهمه هذا مثلا عنده اضطراب، أنت حتساعده، أنت حتاخذ بيده، هدي بالك، هذا روح المسؤولية تحصل فيه عندك قادة صغار من هذا بيشاركوا في الرحلة العلاجية. فلا أحد يستصعب ولا أحد يقول يا الله أنا كيف حدخل الناس هذه، بالعكس. يعني سبحان الله أحيانا إحنا دائما نقول المعاناة تقوي مش بس فقط الشخص اللي هو بيعاني، أيضا المحيطين المشاركين، بس بحيث أنه هو يكون بيشارك بفاعلية، يعني مش أنه هو يشارك أنه بس يطالع، لا، إذا شارك بإيجابية وفعالية بيكون يعني حتى هذه تعطيهم قوة، تعطي حكمة، تعطي دراية. إحنا هنا في جميلة دكتورة البروفيسور، وإحنا برضو نبغاكم تشاركوا معنا بفعالية مثل ما ذكرت البروفيسور، وإذا أحد عنده أي استفسار أو مداخلة أو مشاركة نسعد فيها. أتمنى هل في مشاركة؟ تفضلي. مساء الخير بروفيسورة، شكرا على الجلسة الحوارية المثرية. أنا عندي استفسار بسيط، هل اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه له علاقة بالسايكولوجيكال إيشوز، يعني مشاكل أسرية نفسية؟ سؤال جيد، لكن ما في ما يثبت ذلك. يعني ما أقدر أقول أن أنا طفلي أصيب بفرط حركة تشتت انتباه لأنه في عندي مشاكل أسرية. في أمراض اضطرابات ثانية قد تحصل، مثلا مثل الاكتئاب، اضطرابات التوتر والقلق والأرق، لكن فرط الحركة نعم. السلام عليكم دكتورة، بالنسبة للي عندهم فرط حركة وتشتت من الصغر، هل بسيط يعني أخذ يعني فترة علاج سلوكي بدون الدوائي، هل ممكن مع الوقت لما يكبر يروح عنه هذا التشتت فرط الحركة؟ طيب ممكن أسألك، هو كيف كان مع العلاج السلوكي؟ هل تحسن؟ تحسن بشكل أنا أعتبره بطيء، بس إنه تحسن. يعني مثلاً كم نسبة التحسن تقريباً؟ 60%.
60%. بس ما زال موجود تشتت الانتباه عنده، لازم نعم. احنا نهديه قبل ما نعطيه الامر. بس بالنسبه لمستوى ذكائه تحصيله الدراسي جدا كويس، والاندفاعيه ما زالت موجوده، عشان كذا انا اخاف لما يكبر الاندفاعيه هذه تخليه يسوي شيء غلط او خطر عليه او على اللي حواليه. فهل في مجال ان تخف او تروح مع الكبر؟ اعراض فرط الحركه تخف مع الكبر، احنا بنقول كل 5 سنوات اللي هي الفايف برسنتايل بتخف الاعراض، لكن تشتت الانتباه غالبا ما يستمر حتى الكبر. تشتت الانتباه والاندفاعيه تستمر حتى الكبر. اذا كان هنالك استجابه، طيب ليه ما انا اكمل في العلاج بدل 50 أو 60%؟ خليها 100%، خليها 100%. أعطوا الطفل فرصة كافية أنه هو يعيش حياته بشكل طبيعي. رب العالمين سخر لنا العلاجات هذه، والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا. ما نقولها على فكرة بس وقت السفر، احنا نقول سبحان الذي سخر لنا هذا لما نشوف أي تسخير رب العالمين سخر لنا. طالما أنه الطفل هذا استجاب الحمد لله، ترى في أطفال ترى ما تستجيب الحمد لله، ليه ما أواصل حتى ان انا اعطيه فرصه واعطي نفسي فرصه بدل الديلي ستراجل مع الطفل هذا، يلا ذاكر، يلا يا بابا اهدى، يلا ما نعرف ايش. العلاجات نعم مثل اي علاجات، مثل اي شيء في الحياه له سايد افكتس. انا المويه اشربها لو كثرت منها لو ما هذا ممكن تعطيني سايد افكت، صح؟ الاكل قد ايش هو ضروري ومهم لكن برضه له سايد افكتس، صح؟ ما يسوي لنا حموضه احيانا، ما يسوي لنا هذا، لكن مش بالضروره كل المرضى تحصل لها. ليه أنا أحرم الطفل من فرصة ومن تسخير رب العالمين أعطاني هو؟ بالنسبة للعلاج أخذ فترة وتطور وضع الولد، وكان مستمتع حتى أنه يفرح لما نوديه. بعدين وصل مرحلة صار الأخصائي خالطة بمصابين بس إصابتهم عالية جدا، لدرجة ما يعني التشتت عالي لدرجة دائما يطالعون فوق بعيد. يعني ولدي وصل مرحلة مل، قال لا أنا اللي ألعب معهم ما يفهموني ولا أفهمهم. فحسيت أن الولد ما قاعد يستفيد، خفت أنه يوصل مرحلة الإحباط ويترك مثلا الألعاب اللي يسويها في البيت. في ألعاب يعني تعطي ذاكرة أطول، تخفف اللي هو التشتت، تزيد التركيز. فاضطريت أوقف وبلغت اللي هو الأخصائي وقال خلاص ما في مشكلة، مع أني كنت أتمنى أن يتم في جلسات تستمر مع الولد نفسه تساعده. لا، لما خالط اللي أقل منه بكثير صار عنده إحباط فاضطريت أني أوقف. طيب هل العلاج فقط مقصور على الأخصائي النفسي؟ طالما أنه أنت قلتي أنه في ألعاب بتساعد في البيت أنه هو يركز انتباهه، أنه تخليه يجلس كذا وهذا، طيب ليش ما أكمل فيه؟ نقدر نكمل فيه؟ نعم بالعكس، انت كده بتساعدي، لانه زي ما قلنا المشاكل اللي موجوده داخل الدماغ لما انا ازود الفترات اللي بيكون فيها انتباه وتركيز، الناقلات الكونكشن ما بين الناقلات العصبيه هذه بيزيد وبيقوى. لكن لما انا اترك الطفل مهمل بدون علاجات، يعني طبيعه الكونكشن ما بين الناقلات العصبيه والخلايا العصبيه بيضعف مع الايام. لكس انا احاول اني انا ازود واكثف التمارين هذه. والملل لا تخافي منه، لانه هم بطبيعتهم زي ما قلنا في الاعراض انه هو طفل يمل بسرعه، ما يقدر يتحمل تفاصيل، ما يقدر يتحمل يجلس فترات طويله علشان تشتت الانتباه، وايضا علشان فرط الحركه. ف يعني لا تعطي حجم كبير للملل، لانه هو احد اعراض المرض الاساسيه، مش لانه مثلا العلاج ما هو فعال او ما هو مناسب، لانه هو هذه احد سمات المرض. الحين لو قلت ميد الولد يكتب اسم عبد الله مثلا احمد يناظر فينا ما يكتب، يعتبر تشتت انتباه؟ بس هذه هي الجزئية الوحيدة اللي حاصلة. لا أنا ما أقدر أحكم على شيء بسيط إنه هو ما يكتب، إنه هو عنده اضطراب. إحنا قلنا لازم يكون في وظيفة أساسية من وظائف أو مهام الطفل اللي هو بيقوم فيها ما يقدر يقوم فيها وبشكل مستمر.
كيف يعني مستمر على الأقل شهور، أكثر من شهر شهرين الطفل هذا ما هو قادر إنه هو يجلس ويحل واجباته، ما هو قادر يجلس في الفصل، ما هو قادر يتعاون مع أمه مثلا في المهام اليومية اللي هي مطلوبة منه كطفل بداخل العائلة. لكن أنا أقول له مثلا أكتب اسمه، هو ما يكتب، ممكن مثلا يكون هل مثلا شيكنا على السمع، هل مثلا في مشكلة في السمع، هل مثلا في مشكلة في الإدراك، ممكن لها تفسيرات كثيرة غير أنه هو يكون عنده تشتت انتباه. سؤالي كان هل للاضطراب درجات؟ ها؟ نعم، الاضطراب له درجات، يعني مش بس ممكن يكون فرط حركة أو تشتت انتباه، نعم حتى في حدة الاضطراب هنالك درجات، شديد الحدة، أقل وأقل. بخصوص الناس اللي تتساءل، لأنه هذا تساؤل دائم، هل أقدر أوقف العلاج؟ ليش طيب ما أوقف العلاج؟ أنا أقول لهم طيب ليش توقف العلاج؟ حط المنافع اللي هتيجيك من العلاج، وحط المخاطر أو المساوئ أو المخاوف اللي أنت شايفتها، وحطيها في كفة، حطي هذا في كفة وحطي هذا في كفة، وشوفي بس كوني منصفة. يعني أنا دائما أطلب من الأهل إن هم يكونوا منصفين دكتورة فاطمة في التعامل مع الموضوع هذا. أنا أعرف إن الأهل يخافوا على أولادهم، لكن أحيانا زي ما إحنا قلنا في الفقرة الأولى، احيانا حللي، يعني شوفي انت هنا في مكامن للتهديد، ايش التهديد اللي ممكن يكون للطفل، اثار جانبيه. طيب حتى لو كان في اثار جانبيه للعلاج، انا ممكن اتغلب عليها بتوظيف العلاج توظيف صح. يعني مثلا بعض الاثار الجانبيه تيجي الام تقول لي انه هو ما ياكل كويس، طيب اوكي احنا في الاثناء يعني فترة العلاج أوكي، احنا نحاول نعطيه سناكس، الأطعمة اللي هو يحبها. مجرد ما يتوقف العلاج، يتوقف مفعول العلاج، الطفل هو حصلين حاله بيروح الثلاجة ويفتح الثلاجة يبغى يأكل. At that time خلي يكون في وجبة فعلا مغذية مشبعة على الطفل، بحيث انه هو يتعود عن الفترة اللي هو ما كان قادر يأكل فيها. النوم ما ينام، حاولي ما تعطيه يعني بشكل متواصل، بس ان احنا نغطي الفترة اللي هو الطفل حيكون يروح فيها للمدرسة، او مثلا اذا في زيارة اجتماعية. احد الخوات سألتني هنا انا ايش اسوي لما اطلع، او انت دكتورة فاطمة اللي سألتيني، الفترة هذه تكون متغطية تماما بالدواء، بحيث انه هو يتصرف تصرفات لائقة ويكون هادي ومتعاون معايا لما نحن نروح لزيارة العائلة او الاصدقاء. وزي ما قلت لكم دائما حطوا المنافع في كفة والمساوئ في كفة، ونحاول نكون موصفين في الموضوع هذا. هل في علاقة طردية بين علاج الكاسلز على النمو؟ أنا صحيح نطقت العلاج كاسلز، في علاج، ما أعرف مكتوب كاسلز، أنا ما أعرف لأن نطقته صحيح أو لا، وبين قصر القامة خاصة اللي يأخذ جرعة 18 جرام. اللي بيسأل قصته على الكونسرت. طيب تفضلي دكتورة وحنجاوب نجاوب على هذا الشق في البداية. تبغين أكمل أو خلينا نجاوب شق شق؟ عموما الأطفال اللي عندهم فرط حركة وتشتت الانتباه، the ADHD itself، الاضطراب نفسه هو اللي بيتسبب في قصر القامة، ويميل الأطفال اللي عندهم قصر القامة هم يكونوا أكثر عرضة أنه هو يصيبهم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. حتى نكون منصفين عشان ما أكون أنا بس ماخذ موقف الدفاع عن الأدوية، نعم قد يؤثر على النمو، لكن بيقول لك مش أكثر من 5 سنتي. أنا أقدر أني أضحي فيها للأم اللي كانت تسأل من شوية، هذه على مدار السنوات الطويلة، يعني لما يكون أنا والله يكون 175 يكون 170، أوكي
في سبيل ان انا اكون طول الوقت منتج واكاديميا ناجح ومركز وما في احد يقدر يقول عني انا كسلان او مهمل او اني انا يعني عفوا لللفظ هذا مفهي بس انا كثير اسمع وفعلا يضايقني بحاول ان انا اكرر عشان الناس خلاص لا تقولوا للاطفال هذول. تفضلي دكتور. الشق الثاني بروفيسور، كيف ممكن أهل اللي يأخذوا العلاج إلى سوق العمل؟ هل في وظائف معينة تتناسب مع المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه؟ هل في عمل معين يزاوله مختلف عن الوظائف الثانية؟ خلينا نتكلم يعني ناحية ثانية. أثبت العلم الحديث أنه الأطفال اللي بيكون في عندهم فرط حركة وتشتت انتباه عندهم قدرات عقلية خلاقة أكثر بكثير من الأطفال العاديين، يعني تفكيرهم خارج الصندوق أكثر، مدى الإبداعية عندهم أكثر، التفكير اللانمطي عندهم أكثر، ف هم يصلحوا لجميع الوظائف بلا استثناء، لكن قد يبرعوا ويلمعوا أكثر في الوظائف اللي تحتاج إلى تفكير لا نمطي، الوظائف اللي يكون تحتاج إلى حلول غير تقليدية، الأعمال الإبداعية. أنتوا تعرفوا ويل سميث؟ أحد الممثلين المشهورين في هوليوود. ويل سميث بيغني، هيز رابر ومخرج ومنتج وممثل دراما وممثل كوميدي. ويل سميث هي از ون اوف ذا اي دي اتش ديز، عنده كان اي دي اتش دي. الخلاقيه هذه الكرياتيفيتي هذه كلها احد حسنات او النصف الممتلئ من اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. نعم، الوظائف اللي تحتاج لإبداع تفكير خارج الصندوق حطوهم فيها، بس مو معنى كده جميع الوظائف they are able to function. ممكن لسه العلم بيكشف لنا ان هم في عندهم أنماط مختلفة خلاقة من التفكير عن الأشخاص العاديين. شكرا بخصوص. في الختام حابين نشكركم على حضوركم اليوم على استفساراتكم الرائعة جدا. نشكر البروفيسور هدى بخش على إجابة الاستفسارات، وكونوا على دراية دائما وتعرفوا على كيف نقدر نواجه التهديدات اللي نتعرض لها في الحياة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.